المسا بتقول النقطة للفراعنة من أوغندا تضمن الصدارة، وإن الفوز أو التعادل يسهل مهمتنا في الدور الثاني، وده احنا اتكلمنا فيه، وإن شاء الله يكون المنتخب موفق بشكل كبير جدا. عايز أروح للأخبار المسائي، واللي بيقول إيه؟ أخبار المسائي بيقول بالبنط العريض الصدارة، وحاطين صورة حلوة بصراحة. الصورة دي بالمناسبة يعني صورة كل المنتخب بيتصور مع جنش يعني، وبيأزروا معنويا ونفسيا بعد الإصابة الكبيرة اللي لحقت بيه. وكمان بيقول إن المنتخب يواجه أوغندا وعينه على قمة المجموعة، مهمة قوي طبعا حتة الصدارة، إن شاء الله بإذن الله تكون مهمة بالنسبة لمنتخب مصر.